ازيكم يا مواليد برج العذراء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج العذراء ليوم السبت 5 فبراير شباط 2022. حضر نفسك النهارده يا عزيزي العذراء لنهار متعب جدا جدا، وهيكون فيه كتير من الاحداث والامور اللي هتبقى متشابكه عليك اليوم ده، فخليك حذر اكتر يا عذراء. النهاردة هيبقى متعب جدا جدا لي، فحاول انك تسيطر عليه اكتر علشان ما تتعبش زيادة عن اللزوم، ومش هترتاح ولو لحظة واحدة اليوم ده، وهيكون عندك كتير من الاعمال اليوم خاصة في فترة الظهر هتشعر فيها بعصبية كبيرة جدا بسبب ان الامور كلها بتتراكم عليك وبتجي عليك، فانت مش هتكون عارف تسيطر على الوضع ده. المساء بيعدك بتغيير الأجواء قليلا، لكن عليك أنك ما تكلمش كتير لأن ده ممكن يزعج الآخرين منك اليوم ده، فخليك حذر النهاردة يا عذراء من الضغط الكبير النهاردة اللي هتكون عايش فيه من ناحية المشاكل والأمور اللي هتحصل، والدربكة اللي هتحصل في يومك ده هتبقى كبيرة جدا. علشان كده تحاول انك تخلص اليوم ده من غير كلام كتير، لأن الكلام الكتير ممكن يضايق اللي حواليك ويضرك أكتر من انه يفيدك. بالنسبة لك مهنيا هتظهر مسألة شخصية مربكة جدا هتشتت أفكارك، وهيحصل ده على صعيدك المهني اليوم ده، فهتظهر فيه مسألة شخصية هتربكك جدا، خليك حذر، وهتربك حتى أفكارك. ممكن يصل ده لصعيدك المهني اليوم من خلال مشكلة لأحد في الشغل اليوم، فخليك حذر ليه. بالنسبة ليك عاطفيا بيعود أحدهم علشان يقف بينك وبين حبيبك اليوم، خليك مستعد دايما علشان تعمل تغيرات اللي هتطرق على مشاريعك في اللحظة الأخيرة لليوم ده، وتقف للشخص اللي بيقف بينك وبين حبيبك وتعرف توضع ليه حد اليوم ده علشان ما يتمداش أكتر من كده. ولازم إنك تكون مستعد للتغيرات اللي بتحصل في مشاريعك وفي حياتك اليوم ده. بالنسبة ليك صحيا حاول إنك تخفف من الضغط النفسي اللي انت بتتعرض ليه في اليوم ده، واللي ممكن يحبطك أو حتى أنه يبعدك قدر الإمكان عن الأجواء الصعبة اللي مفروض تكون بتعيش فيها، فخليك حذر جدا من أنك تضغط على نفسك زيادة عن اللزوم. الضغط ممكن يضرك أكتر من أنه يتخلص بسرعة منك، فخليك حذر جدا النهاردة من الضغوط اللي هتمارسها في حياتك لليوم ده يا عذراء. بالنسبة لتوقعات العشرية الأولى مواليد 23 أغسطس ل 3 سبتمبر، هيتم زيادة المبادرات والأفكار الجديدة هتكون 10 أضعاف اليوم، والجو هيبقى ديناميكي للغاية ليك. ممكن إنه يكون في كتير من الأشياء اللي هتحصل على ذوقك لليوم ده، اتبع الحركات المناسبة مع إنك تحافظ على الثقة في نفسك أكتر، وإنت قادر على إنك تتصرف وحتى تفرض نفسك على الجميع رغم من الهيجان اللي هيحصل حواليك في اليوم ده. بالنسبة للعشرية التانية مواليد 4 سبتمبر ل 13 سبتمبر، في هيكون احتياج ليك في الهواء اليوم، وهيكون عليك انك تضاعف طاقتك علشان تحافظ على المسار اليوم. مهما كان انقطاعك اليوم ما تستسلمش للاندفاع، وخليك حذر اكتر في افعالك كما هو الحال في التبادلات الخاصة بك. بالنسبة للعشرية الثالثة مواليد 14 سبتمبر ل 22 سبتمبر، الجو هيبقى مفعم بالحيوية والتحريض العظيم اليوم، وهيدور حولك اليوم، فما تصرفش كتير وحاول انك تحافظ على الاحساس بالتناسب في كلامك وحتى افعالك لليوم ده يا عذراء. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيدخل القمر برج الحوت اليوم، وهيكون في حازم ومباشر اكتر، وهنريد اننا نبدأ من جديد مرة تانية، واننا نمضي قدما حتى، ومش هيكون عندنا مصلحة فإننا نفكر في الماضي مرة تانية. ومع ده ممكن انه يكون القمر ده غير صبور ومتسرع اكتر، خاصة في وقت مبكر من اليوم مع مربعه للمريخ، هيصب كوكب الزهرة لاحقا هيمر بيه، ومع ده هيبقى في ظهر اليوم ده تناغم أكتر للقمر مع زحل اليوم ده في الشمس. من السهل أننا نسير أنفسنا اليوم، ويمكن أن نكون متحمسين بشأن خطتنا الشخصية، بينما نريد أن نكون أول من يكتشف أشياء جديدة مع موقع القمر اليوم،
فده هيكون مفيد لينا ولمشاركتنا في الوقت مع الآخرين، وممكن إننا نستمتع بالوضوح المتزايد المستمد من الشعور بأننا ما نريده ونحتاجه متناغم لينا الآن. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.